شاعر وروائي وكاتب مسرحي عالمي، وأحد أهم شعراء الرومانسية في فرنسا، ومن أهم روائيها، إنه عملاق الأدب الفرنسي فيكتور هوغو. ولد هوغو في 26 من فبراير عام 1802 في فرنسا، ودرس الحقوق ونشر أول دواوينه الشعرية عام 1822، لتتوالى بعدها أعماله الإبداعية حتى أصبح من أشهر الشعراء الرومانسيين الفرنسيين في عصره. مع تولي لويس نابليون الذي أسس عهد الإمبراطورية الثانية في فرنسا، نظم هوغو مقاومة ضد الإمبراطور الجديد، لكنها انتهت بالفشل، فترك فرنسا هو وعائلته إلى جزيرة جيرينز البريطانية، ومكث فيها أعواما طويلة كتب خلالها العديد من الأعمال الأدبية التي اتجهت معظمها للسخرية والنقد الاجتماعي، ومن بينها البؤساء في عام 1862 التي حققت نجاحا كبيرا في أوروبا وترجمت للعديد من لغات العالم، كما جسدت في أعمال مسرحية وسينمائية، وتعد من بين أكثر الأعمال الأدبية شهرة في القرن 19. عقب ذلك أصيب هوغو بمرض الاحتقان الدماغي في عام 1878، واستمر في العيش في باريس لبقية حياته مواصلا إبداعه حتى توفي في 22 من مايو عام 1885 في باريس، تاركا خلفه إرثا أدبيا عظيما يحمل توقيع فيكتور هوغو. فيكتور هوغو الكثير من الأعمال، لكن ربما لو تفتكروا حضراتكم نوتردام أو كاتدرائية نوتردام في باريس لما حصل فيها انهيار وبعض الأزمات اللي حدثت في يعني سنة أو سنتين سابقتين، كان الحديث كله بيدور عن أحدب نوتردام أو فيكتور هوغو. الناس كلها بدأت تتذكر من جديد هذا العمل العظيم واللي خد شهرة عالمية كبيرة جدا وترجم لكل لغات العالم تقريبا. هذا الرجل من سنوات طويلة وهو موجود ويعتبر من المعاصرين بالنسبة للفرنسيين، شهرته الأكبر في الشعر والرومانسية وبالنسبة للعالم في الرواية. النهاردة رحلة قصيرة وعميقة مع هذا الرجل فيكتور هوغو المؤثر في فرنسا وعلى مستوى العالم، مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة الدكتورة سحر سمير يوسف، رئيس قسم اللغة الفرنسية وأدبها والترجمة الفورية كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر. دكتورة سحر، منورة الدنيا. مساء النور، ومتشكرة جدا على الدعوة الكريمة، ومتشكرة لكل فريق الإعداد ولحضرتك. منورانا يا دكتور. نوريك حضرتك. خلينا نبدأ مع حضرتك فيكتور هوغو ونروح مباشرة، لماذا نستطيع أن نصف فيكتور هوغو الآن كمدخل للحديث بأنه هذا الرجل معاصر وممتد وقد يصبح مستقبلي أيضا لسنوات طويلة؟ ده حقيقي. بالنسبة لفيكتور هوغو، الحقيقة هو يعني المذهل عند فيكتور هوغو التنوع الكبير جدا في الألوان الأدبية والمعارف والفنون اللي هو أبدع فيها. فهو الحقيقة بشكركم على المقدمة الجميلة، يعني ما تركتش أي حاجة. هو كان أديب ورجل سياسة، ناشط اجتماعي، مفكر، كل كتشات كتير جدا. وديكور منزله في لما عزل نفسه في المنفى، كان هو بيرسم الديكورات الداخلية بتاعت منزله ويديها للمتخصصين يتمموها يعني. وكان بيرسم، بيتعمد الرسم بإيده اليسرى عشان يرسم أشكال غريبة وجماجم وحاجات مش معروفة، ويقعد بعد كده قدام المنظر ده يعيده تاني. فهو حتى كأديب كمان زي ما حضرتك قلتي كان متنوع، شاعر، كاتب مسرح، طبعا عمل نقلة كبيرة جدا في المسرح، ممكن نتكلم عنها بعد شوية. ده اللي بيميزه، ده اللي بيخليه يعني الأعمال الأدبية بتاعته مهما نرجع لها ومهما نقراها ما نقدرش بكل القراءات المختلفة والمقاربات المختلفة ما نقدرش ننتهي من من الرسالة اللي موجودة جواها الإنسانية. يعني ما نقدرش نقول عليها عمل قديم ولا يصلح الآن. لا، هو مش عمل قديم، هو يمكن أحلى استعارة اتقالت عن أعمال فيكتور هوغو اللي كتبها هو نفسه. لما قال أعمالي إنجيل
إنساني وليس إنجيل رباني، وهي كتاب عميق جدا يغطي قرن بحاله. وفعلا هو ده كان بيمزج كل حاجة في وقت واحد عشان يطلع منها في النهاية شيء يوصل. ويعني اوجد او بدا ثوره ضد الاحكام بالاعدام وحاجات كده هنروح لها دلوقتي. أيوة. خليني بقى ابدا من تاريخه بدايه نقطه الانطلاقه الادبيه بالنسبه له، ونقول سريعا كده الرحله في بدايه. الرحله في بدايتها هو من وهو طفل عنده ملكه الكتابه. هو طبعا والدته كانت بتشجعه جدا، وكان عنده اخين اكبر منه، هما الاثنين كانوا ادباء، كانت ليهم كتابات ادبيه بس يمكن ما حظوش بنفس الشهره اللي اخذها فيكتور هوجو. لكن إيجان أخوه الأكبر منه على طول، كان أكبر منه بسنة ونص، كان يراجعه. كان يقرأ نصوصه ويراجعها له، ويعني يمكن هو كان أكتر حد سند لي. بس طبعا انتهت العلاقة بينهم بمأساة، برضو ممكن نتكلم عنها لو في وقت. لكن كان من الناس المؤثرين في حياته جدا. وهم في سنة 1819 سوا الإخوات الثلاثة عملوا مجلة، أسسوا مجلة أدبية، وكان بيكتب فيها كل الأدباء المعاصرين الفرنسيين ليهم. يعني ابتدى ياخد الامر جد من بعد وفاة والدته. وفاة والدته اثرت فيه جدا، كانت مؤلمة بالنسبة له، جدا مؤلمة، لان هو في سنة 1813 ترك اسبانيا، كان عايشين في اسبانيا بسبب شغل والده، ترك اسبانيا ورجع لباريس مع والدته لوحدها، وهي اللي كانت عاكفة على كل امورهم الحياتية والادبية وكل حاجة. فلما توفت هو على طول اتجوز بعدها بسنة واحدة عشان يحاول يملى الفراغ اللي تركته ووصف والدته. الموضوع بما يشبه اختلال التوازن. حقيقي ده حقيقي. هو فعلا اختل توازنه، وكانت بقى زوجته رفيقة حياته، يعني كانت هي صديقة طفولة، فعلى طول تمم الزيجة. وابتدى ان هو من الوقت ده ابتدى يكتب دواوينه الشعرية اللي هي بتأرخ لقصص الحب اللي في حياته، وبعد كده حبه لأولاده اللي برضو كانوا سبب حزن وشقاء كتير في حياته بعد كده. دي البدايات الحقيقية بتاعته، مرحلة ما قبل المنفى، ما قبل الانقلابات السياسية اللي حصلت وهروبه من فرنسا. تفسري بإيه حضرتك وجود الكثير من الشقاء؟ طبعا بعد سنوات درست حياته بأشكال مختلفة، الكثير من الشقاء في الشخصيات اللي كانت مقربة منه، وهل تقدري أو نقدر نعتبر أنه هذا الشقاء كان باعث على خروج هذا الكم الكبير من الإبداع والإنسانيات؟ أكيد مفيش شك. يعني حضرتك تقصدي الأشخاص المحيطين به ولا الأشخاص الأشخاص المحيطين اللي طبعا خرجوا في طبعاً شخص مختلفة طبعاً في رؤية. يعني مثلا مش عارفة إذا حضرتك تتعرضي للنقطة دي ولا لا، بس شقيقه الأكبر منه اللي هو فوجئ لما جه يتجوز حبيبته إن أخوه كان بيحب هذه الإنسانة سرا، وكان بيخبي عليه. وبعدين الإسراع بالزواج فيكتور هوجو من حبيبته أدى بيه للجنون، وانتهى في مستشفى الأمراض العقلية في سن صغير جدا. فطبعا ده نوع من الحزن هو لم ينساه، وإحساس بالذنب كمان في بعض الأحيان. أشخاص تانية يعني بس برضو لما سئل عنه، أنا بعتذر أقطع حضرتك، لما سئل عنه يعني فسر بشكل أو بآخر أنه كان الخطأ كان في شخص أخوه مش في شخصه، أنه أخفى عنه الموضوع. هل ده كان يعني انكار للموضوع لكنه كان موجود في شخصيته؟ زي ما بيقولوا في علم النفس نوع من السلف ديفنس. يعني هو بيدافع عن نفسه، انه وطبعا هو ما عندوش ذنب، يعني اللي احب سرا وما قالوش برضه ممكن يكون، لكن هي في النهايه كانت ماساه اجتماعيه وانسانيه وعائليه هو لم يتجاوزها. بعد كده موت اولاده كل يعني كلهم ما عدا ابنة وحيدة بقيت بعد ما ماتوا، أربعة من أبنائه يموتوا وهو على قيد الحياة. يعني ده شيء ما يعني مفيش أسوأ من كده ممكن إنسان يمر بيه. فكل دي ده غير ان هو كان
يعني بيعتبر ان الاديب دوره الاساسي هو مراقبه المجتمع ومراقبه الساسه، فكان العذاب بقى الاكبر اللي كان هو ما بيقدرش يتجاوزه او يتخطاه هو اللي بيشوفه في المجتمع، الفقر، البؤس، الاطفال الشوارع اللي كانوا بيعانوا. يعني دي كانت حاجات كان لازم يصورها على طول في اعماله، ما يقدرش يتجاوزها ابدا. النقله الاخرى في حياه فيكتور هوجو، و هل استشعر في وقت من الأوقات أنه بدأ يصبح شخصية فرنسية مرموقة أدبيا وبالتالي شخصية عالمية، ولا خرج قبل أن يصل إليه وإلى مخيلته أو إلى يعني عقله أنه أصبح في هذه القيمة؟ لا أكيد هو كان مدرك لقيمته الأدبية طبعا كأديب فرنسي وعالمي، وهو كان بيقول يعني يا إما أصبح مثل شاتوبريان وشكسبير يا إما لا أكون أديب أساسا. فطبعا هو فعليا وصف بأنه شكسبير طبعًا الرواية. طبعا طبعا، وفي ناس في دراسات كتير قربت ما بين روميو وجولييت مثلا وإرناني والشخصيات هنا والشخصيات هنا. لا هو كان مدرك طبعا، بس هو كان أكتر حاجة بتعذبه أنه اجتماعيا مش قادر يعمل نتيجة مؤثرة قوي في كل الألوان الظلم اللي كان بيشوفها بعينه في المجتمع الفرنسي على الواقع، يعني على أرض الواقع. وخاصة كل ما هو كتبه وأرخ له في البؤساء اللي هي الخمس أجزاء دول، من أول يعني شخصيات مختلفة يعني تشترك في وجع القلب كلها، كلهم بيشتركوا في المأساة الإنسانية. وفي ناس على فكرة قربت ما بين العمل ده وما بين الملهاة الإنسانية لبالزاك، فهو كان عاوز يعمل دور مجتمعي أكتر منه دور أدبي، لأن هو من ناحية الأدب هو كان عارف أنه هو شاعر عظيم وروائي يعني مهم جدا في صورة الأدب الفرنسي كله. المقاربات دي تاخدنا إلى أبواب النقد اللي يعني صوبت ناحية فيكتور هوجو. نقدر نقول طبعا ذكر منها انه ما يشبه الاقتباسات الكثيره كانت موجوده، ودي وصفت بانها يعني بعض الاشياء ناس خدتها بجانب ايجابي انه تقارب افكار ورؤى، وناس خدتها بجوانب سلبيه انه يعني بعض او الكثير من الاعمال بنيت على الاقتباسات انجاز التعبير، ونقاط اخرى متعلقه بصياغه فيكتور او بوحدويه بعض الشخصيات من عمل لاخر. تمام. الحقيقة هو فعلا المعاصرين يمكن الضربة كانت بتبقى قوية لما تيجي من المعاصرين لي، يعني البؤساء لما طلعت للنور الإخوة جانكور انتقدوها جدا، يعني في ناس مهمة جدا انتقدتها، جانكور، سانت بيرف اللي هو كان منافس كبير له، عشان كده وصفوها بالغيرة يعني شافوا فيها يعني حتى عبارات قاسية منهم، ناس قالت انه ده ممكن يكون كتاب ملهم لكنه بيحرض على بيوعد الفقراء والبؤساء بكثير من السعادة وينزع السعادة من الأغنياء. ولامارتين مثلا انتقد جدا اللغة، لأن فيكتور هوجو كان عنده قناعة أنه الإنسان طالما الناس كلها سواسية الأفراد، فاللغة كمان لازم تكون هي كلها ممثلة. فطبعا لما يعمل رواية زي البؤساء هي في قاع بتوصف قاع المجتمع، فهو أعاد دخول اللغة الدارجة، اللغة الفرنسية الدارجة للأدب. فهنا طبعا المستهجن ده طبعا طبعا طبعا، طبعا. يعني قالوا حتى ان هو بيمس بجمال وروعه ورونق اللغه الفرنسيه اللي لا يمكن المساس بيها، يعني والاستعلاء الخاص باللغه نفسها عندهم كان عالي جدا. من النقله دي نقدر نقول انه اكثر الاعمال اللي حازت شهره ولسه لحد النهارده موجوده والناس بتتداولها وتتناقلها واكثرهم تغيب وكانت تستحق ان تكون موجوده، من وجهه نظر حضرتك ايه؟ حضرتك عارفة طبعا من أكتر الأعمال اللي أصلت عليها الضوء طبعا البؤساء وأحدم نوتردام. في حاجات في دواوين مهمة جدا زي تأملات وزي أسطورة العصور، يعني إذا في حاجة مش مكتشفة أو مش ناس كتير تعرف عنها، يمكن المتخصصين في الأدب الفرنسي يعرفوا يمكن عنها ويمكن ناس كتير ما تعرفش، بس أنا حابة ألقي الضوء عليها.
هي القصيدة اللي كتبها في أسطورة العصور العام التاسع للهجرة، الأسطورة اللي مدح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا ناس كتير جدا ما تعرفش هذا الجانب من فيكتور هوجو. الحقيقة أنا من الناس اللي بتدرس الثقافة الفرنسية، انبهرت لما عرفت بالقصيدة دي وقعدت أقراها وأقرأ يعني هو لوحة، لوحة بديعة. أنا ما قريتهاش عند حد عربي وصف لقطة النهاية في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وخطبة الوداع بالشكل الراقي ده، لدرجة انه، وده على مسؤولية الناس اللي بتقوله، طبعا هم اغلبهم من الكتاب المفكرين الفرنكوفونيين الجزائريين وكذا، بيقولوا ان هو اسلم حتى في نهاية حياته. ده جانب من فيكتور هوجو مش معروف ولا يسلط عليه الضوء، لكن انا شايفة ان هو اذا بنلقي الضوء على الناس اللي بتهاجم الرسول عليه الصلاة والسلام وبتعمل رسومات يعني مش ففي آخرين غير كان مقبولة، ففي عندهم آخرين النضج الكافي مهمين والرقي. جدا جدا على الساحة الأدبية الأوروبية مدحوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي من الحاجات اللي مش ملقى عليها الضوء. يعني ده اللي استدرج بعض الأسماء الكبيرة في العالم العربي كشعراء إن هم يمدحوه أو يصفوه بأوصاف كفيكتور هوجو، بالنسبة لهم إنه يعني شخص عظيم وكتابته ثرية وأشياء من هذا القبيل. يمكن مش القصيدة دي تحديدا يعني، ما هو ده، وقد أكون أنا عندي ضعف عشان الأزهر يعني في اتجاه القصيدة، لكن هم وصفوه بكده لأنه فعلا هو مثلا في عالم المسرح عمل نقلة حقق كبيرة، طفرة. حقق طفرة، وكان عقيدته انه المسرح لازم يكون هو عيد شعبي وموجه للشعب، واذا كان الشعب ما يقدرش يجي لي لغاية المسرح لا يستطيع انه يدفع ثمن التذكرة، فأنا أروح له لغاية عنده. طبعا دي كانت من الفكرة قناعاته، نفسها حتى الفكرة نفسها راقية إنسانية جدا جدا جدا، فده اللي خلى انه يكون في تقدير كبير جدا. وطبعا فكرة المسرح اللي بلا حدود، زي ما احنا دلوقتي بنتكلم عن أطباء بلا حدود وصحفيين بلا حدود، فهو عمل المسرح اللي بلا حدود، الميلودراما على التراجيديا على الرومانسية على السخرية، يعني كل شيء كان موجود في المسرح بتاعه. أنا بشكر حضرتك على الرحلة القصيرة الممتعة دي، نورتينا. إن شاء الله نشوف حضرتك مرة تانية بخير وصحة. شكرا دكتورة سحر سمير يوسف، رئيس قسم اللغة الفرنسية وأدب والترجمة الفورية كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، نورتيني وشكرا لحضرتك. حضرتك ميرسي. مع حضراتكم من هذه الرحلة عن ومع فيكتور هوجو، أعمال كثيرة جدا نعيد قراءتها، نسلط الضوء عليها، ابحثوا حضراتكم الناس بقى اللي ما عندهاش الكتب على الإنترنت، الحياة بقت بسيطة وكل الحاجات مترجمة وموجودة باللغة العربية. نخرج من هذه الفقرة، نذهب معكم إلى ذاكرة الأماكن المصرية. النهاردة شوف معاكم جنينة الأسماك. جنينة الأسماك ناس كتير عارفاها، لكن إحنا هنروح معاكم كمان كيف كانت وكيف قدمت جنينة الأسماك ما بين الواقع والحب والعشاق ورحلاتهم وما بين السينما والدراما، نشوفها مع حضراتكم في هذه الحكاية من حكايات المساء مع قصوى. قصدها العشاق والمحبون والنجوم والفنانون أيضا، مثل شادية وأحمد رمزي وفاتن حمامة وأحمد مظهر وغيرهم، وصارت مكانا جاذبا للمخرجين السينمائيين لتصوير العديد من المشاهد المختلفة بها. لا ينحصر جمالها في التصميم الرائع، بل في استخدام مواد لبناء التصاميم المبنية من الطين الأسواني المخلوط بمادة الأسروميل والرمل الأحمر، حيث تضم تكوينات معمارية على هيئة خياشيم الأسماك، فأصبح تصميم الجبلايا يشبه السمكة فمنحتها اسمها. إنها حديقة الأسماك أو حديقة الجبلايا بحي الزمالك في القاهرة، أنشاها الخديوي إسماعيل في عام 1867، وتديرها إدارة حديقة الحيوان بالجيزة من عام 1902، وقامت بإصلاح 24 حوضا لعرض 33 نوعا من الأسماك النيلية قبل إعادة افتتاح الحديقة مرة أخرى للجمهور رسميا في عام 1983، حيث كانت تعد من أجمل أماكن السياحة في القاهرة. تتكون الحديقة من 49 حوضا للأسماك المتنوعة والنادرة التي تنعكس عليها أشعة الشمس خلال فتحات علوية
وتضم العديد من الأسماك النيلية والبحرية ونجم البحر. وإذا نظرت إلى سقف أحد الممرات ستجده وكأنه واحد من بين تجاويف أخرى صنعتها الأمواج. أغلقت الحديقة في عام 1965 لفترة طويلة لتأهيلها مرة أخرى وإعادة افتتاحها عام 1983. تبلغ مساحتها مع الحدائق النباتية المجاورة لها نحو 9.5 أفدنة الفدان، وارتبطت في أذهان العشاق بمشهد غناء عبد الحليم لفاتن حمامة في أغنية كان يوم حبك أجمل صدفة من فيلم موعد غرام. كان يوم حبك صدفة. ولم تقف مشاهدها عند الأبيض والأسود فقط، بل ظهرت بالعديد من الأعمال السينمائية المختلفة الحديثة مثل تتر مسلسل عيون القلب وبعض المشاهد من مسلسل والنوس ليحيى الفخراني. تعد الحديقة إحدى العلامات التاريخية المميزة وسجلت كأثر بقرار المجلس الأعلى للآثار، فأصبح